مباشرة إلى هذا المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة السعودية، دعونا نتابع. تحديدا 48 ألف حالة، والمتعافين 202 ألف حالات وأكثر من ذلك بحمد الله. كما نلاحظ بأن الحالات المسجلة حول العالم في مختلف دول العالم وفي المملكة العربية السعودية بلغ إجمالي الحالات الجديدة المسجلة 165 حالة. هذه الحالات من بينها حالتين ارتبطتا بالسفر وحالات أخرى ارتبطت بالمخالطة الاجتماعية. بحمد الله القادمة للسفر من خارج المملكة العربية السعودية كانت من البداية منذ الدخول إلى المنافذ موضوعة في الحجر والعزل الصحي المناسب، بينما المخالطين كذلك استباقيا كانوا في حالة عزل صحي ملائم. في المملكة العربية السعودية توزعت الحالات في مجموعة من المدن، في مكة المكرمة 48 حالة، في المدينة 46 حالة، وفي جدة 30 حالة، في الخفجي 9 حالات، في الرياض 9 حالات، في خميس مشيط 6 حالات، في القطيف 5 حالات، في الدمام سجلت 4 حالات، وكذلك في الظهران أيضا 4 حالات، وفي أبها حالتين، بينما سجلت رأس النورة الخبر أحد رفيدة وبيشة حالة لكل من هذه المدن. هذه الحالات المسجلة في المملكة العربية السعودية بالتالي يصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 1885 حالة، النشطة منها هي 1536 حالة، حيث تم تسجيل مجموعة من الحالات التي تعافت، وأيضا هنالك حالات لوفيات، ووصل إجمالي حالات الوفيات حتى الآن 21 حالة رحمهم الله جميعا، وذلك بإضافة حالتين لوفاة مقيمين في المدينة المنورة ومواطنة أيضا في المدينة المنورة، ووفاة مقيم في الدمام، ووفاة مقيم في ووفاة مواطن في خميس مشيط. بينما بلغ إجمالي حالات التعافي الجديدة 64 حالة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 328 حالة بحمد الله. من الأمور المهمة جدا أن نتذكر أن هنالك خطوات استباقية تمت هامة جدا للوقاية والحفاظ على أمن وحماية صحة هذا المجتمع. نتذكر جميعا أن هنالك خطوات تمت على سبيل الرقابة والصحية في المنافذ، الحماية أيضا لداخل المجتمع بتقليل التجمعات وتقليل المناسبات التي يكون فيها تجمع لأعداد كبيرة من الناس، إيقاف بعض المناشط المجتمعية مثل أن التعليم أصبح عن بعد، أو أن بعض الأعمال التي يكون فيها تقليل لعدد الموظفين المتواجدين وإمكانية ممارستهم للعمل عن بعد، تقليل الساعات التي يكون فيها تواجد خارج المنازل إلى أقل عدد ممكن، وإيجاد أوقات لمنع التجول. كل هذه الإجراءات هدفها إيجاد تباعد اجتماعي، وهذا التباعد الاجتماعي يولد مباعدة بين الأشخاص، فبالتالي يكون هناك فرصة أعلى لحماية الأفراد وتقليل فرص الانتشار. كل هذه الخطوات التي قامت بها المملكة العربية السعودية بحمد الله خطوات قوية ومهمة جدا. لو نظرنا إلى هذا المنحنى أمامنا والمنحنيات التي تمثل تسجيل أعداد الحالات حول العالم، سنجد بأن منحنيات كثير من دول العالم مقابل عدد السكان، أي عدد الإصابات لكل مليون، مثل هنا دول نجد أن عدد الإصابات لكل مليون تجاوز 1000، وهنا دول بين 500 وبين 1000، بينما المملكة العربية السعودية بحمد الله تسجل أعدادا منخفضة مقارنة بعديد من الدول ودول متقدمة في خدماتها ومجالاتها الطبية. هذه الخطوات مهم جدا أن نحافظ عليها، كلنا مسؤولين أن نقوم باستثمار كل هذه الأمور الاحترازية والوقائية التي تمت في المملكة العربية السعودية. هذا المنحنى المتحكم فيه حاليا
نريد بإذن الله بالتزامنا وبتمسكنا بهذه الخطوات أن يستمر بإذن الله منخفضا وأن تكون تصاعداته محدودة. لا قدر الله لو تخلينا أو تراخينا أو تركنا التزامنا بهذه الخطوات لا نريد أن نشاهد أرقاما ترتفع لا قدر الله بإصابة أفراد في هذا المجتمع، سواء كانوا من شبابنا أو من كبار السن فينا أو من أي أحد نحبه من حوالينا في هذا المجتمع. هذه مسؤوليتنا كلنا، وكلنا مسؤولين عن أن نقوم بهذه الواجبات تجاه حماية أنفسنا وصحتنا وصحة من حولنا. أؤكد على أمور مهمة جدا: الحصول على الخدمات الطبية والمعلومات الصحية من المصادر الموثوقة، عدم اللجوء أبدا إلى أي مصادر غير موثوقة، عدم الاستخدام لأي طرق أو توصيات غير علمية. وكذلك نحث الجميع على الاستفادة من هذه الخدمة في تطبيق موعد. تطبيق موعد يقدم خدمة مهمة جدا بإمكانكم الاستفادة منها من خلال الدخول على هذا التطبيق الذي استفاد منه أكثر من. إذن كان هذا جانب من المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة السعودية محدثا جميع الأرقام التي وردت في المملكة. لا نعود إلى أخبار الاقتصاد مع حفيظ.